مباراة ودية وكل حاجة، بس بالنسبة لي أنا بالمستوى الشخصي يعني طبعا أكيد الحمد لله الواحد أدى اللي عليه وراح زي ما تقول جاب جون وبتاع، فإن شاء الله أتمنى اليوم ربنا يكون السعودية دي بداية يعني الواحد إن شاء الله أي لعيب بيبقى من الحياة اللي هو بيقدر يشارك بتاع، زي ما أنت عارف لعيب الكورة وقت قصير، فأكيد زي ما أنت شايف السنتين اللي فاتت ما فيش كورة في مصر، فكان الواحد من في الظروف اللي إحنا فيها كان شايف يعني لو كان في فرصة بره كان ممكن الواحد يستفاد منها أحسن ويلعب، لكن طبعا الواحد موجود في بيته يعني ومش مش في حته غريبه في النادي الاهلي، فاكيد طبعا تحت امر النادي في اي حاجه في اي قرار، وان شاء الله زي ما بقول لك تكون دي بدايه ان شاء الله من جديد ان شاء الله. لما تكون بتشارك اكيد ما بتفكرش انت تمشي، لكن لما بتكون انت يعني بعيد شويه بتاع كده اي لعيب اي لعيب كوره مش انا بس في اي لعيب كوره بيفكر اللي هو يشارك، فان شاء الله اتمنى ان تكون دي بدايه زي ما بقول لك والواحد يكون موجود ان شاء الله الفتره الجايه. طلع قرار رسمي خلاص اللي هو الدوري يبتدي فبراير، فاكيد احنا في النادي كل اللعيبه يعني كله عارف ان الدوري فعلا هيرجع، فكنا عاملين يعني كله على استعداداته اللي حتى الماتشات اللي قدام اللي جايه وزي الماتش اللي فات كله بيحاول يثبت وجوده بحيث لما يبتدي الدوري زي ما انت عارف يكون في تشكيل اساسي ويقدر الواحد اللي هو يشارك تاني ان شاء الله، وتكون يا رب بدايه خير ان شاء الله.